واليوم انا ولدي مريض بالسكريه، هز الراس وطج ما عرفتش دابا الان فين مشى. هذاك لما كان حدايا انا راه ما كاين حتى شي حاجه، ما كاينه هذاك راه عمري كيعطيني الدم ديالي كيعطيني الدم ديالي كيعطيني. اليوم هو هز الراس الزيت كيدير العيد بيه بنبي، كيدير المسبح بنبي. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى، الجزء الثالث في مستجدات جديدة في الموضوع. غادي نشوفوها مع الأم ديال هشام اللي تنوي الرأي العام أكثر في الموضوع. هشام اللي تحرقت لهم الدار، اللي نقد الابن ديالو والزوجة ديالو تاهي تنقدات، الحمد لله فضل الله عز وجل والدعم ديال رجال الشرطة، تلحت من الدوزيام. معايا الأم ديال هشام، هما كلهم في أسرة واحدة، ظروف الواقعة، ملابسات ديالها، الحريق اللي وقع 17 يوم، فين وصلوا الان؟ تبعوا معايا الوالده كيدير الامور بعد 17 يوم ديال العافيه. الحاله هي هذه انت كتشوف فيها اليوم، راه 17 يوم لا بيبان لا شراجم، قتلنا على البرد، الناس باتنا عسا وانا بات قاعده باش حاضيه الوليدات، ما كاين لا معاناه لا والو، ما عندنا لا عيد، ما لينا حالات عيد كعباد الله، ما عندنا شي زعما شي حماس ديال العيد ولا شي حد اللي تساهم معانا، داك الشيء قليل باش الناس كيتساهموا معانا، كاين اللي جاب مينطا، كاين اللي جاب معنات، كاين اللي جاب قيريش، كل واحد على قد الحال. واليوم احنا يا وليدي كتشوف في الحاله هي كتشوف فيها لا مدخول، انا مارف نتعاون انا وولدي وكاكينيات نبيعو نشريو وكنكونو مرتاحين مخلصين كرانا مع عيدنا، شارين عيدنا واكلين شاربين. واليوم راحنا تقصحنا مول الدار، حنا في هاد الحاله ومول الدار كيقول لك خويا ليا داري، انا داير معاك مور العيد ما نرحمكمش، انا داري باغي نصلحها باغي نقاده. وهادشي وليدي اللي كاين اش غنقول لك، الله ينزل في قلوبهم الحنانه، والله يعمر ربي يحن علينا ويحنوا علينا اخوتنا المسلمين واخوتنا المحسنين ومحمد السادس، الله بغيت هاد الفيديو يلحق ليه يحن علينا ويشوف من حالنا. حنا ما كنطلبوا حتى شي حاجه، ما كنطلبوها، بقينا نطلبوا غير مي حلف نتسقر، ولو تكون غير بالراكه نتسقر فيها انا وليداتي، ما بقاش عندي الجهد وليدي باش ندفع الكروسه وباش نتعافر وباش نبيع ونشري. كراسي كنت معمره بهم خاطري وكنجيب بهم القوت، داتهم ليا القايده وخلاتني مهرسه، ورزيق لي كنا جامعين وباش نخلصوا كرانا وباش نعيدوا عيدنا وباش ناكلوا مع وليداتنا ونشربوا كل شيء بشا، غفلتوا لينا على الحويجات اللي لابسين. انت كتشوف في الحاله هي هادي مريضه عام حيد القواط، انا كنتخنق، انا مخنوقه، كتشوف انا مخنوقه دابا الان، ما كنبغيش نشم هاد الريحه ديال الدخان، ما كنبغيش نشم، كنبات باركه عند الباب، كضيق بيا، كتجيني الطجه نبغي نخرج في الليل، فين غادي نخرج وفين غنعطيها وفين غنمشي، لا حنين لا رحيل، ما عندي خويا ما عندي بويا ما عندي امي ما عندي حتى حد غنتكي عليه الراس، والو ما كاينش. واليوم انا ولدي مريض بالسكريه، هز الراس وطج ما عرفتش دابا الان فين مشى. هذاك لما كان حدايا انا راه ما كاينه حتى شي حاجه، ما كاينه هذاك راه عمري كيعطيني الدم ديالي كيعطيني. اليوم هو هز راس الزيت كيدير العيد بيه بنبي، كيدير المسبح بنبي، هادشي اللي كنا ولدي انا وصلتو لك. مشاهدينا الكرام، الله يسمح لنا من الوالدين، هذه الام ديال هشام مقصحه من كاع الجوايه، الواقع هذا مكتوب الله، القضاء والقدر لا يناقش، ولكن دورنا أن نحسوا بهذه العائلة ما أمكن. من بعد الواقعة 17 يوم تحرق المنزل، ولدها تحرق واعتقل الولد ديالو، تقاصت هو بالعافية، الزوجة ديال هشام تلحت من الدوزيام تنقدات، الأم كتعاني، أم ديال هشام، وفي نفس الوقت عندها الوليد خو هشام اللي ما بقاش كيجي للدار وكيقلبوا عليه نظرا العامل النفسي عندهم الواقعة من جميع الجوانب، كما قلت إشكاليات كبرى. العيد الله عز وجل هو القادر والدعم للمغاربة، ولو بالدعاء أنه ينفسوا هذه العائلة ويساعدوها وفق المستطاع. مشاهدينا الكرام، كما وضعت رقم الهاتف في الفيديو ديال هشام والزوجة ديالو، غادي نوضع نفس الرقم الأم حتى هي تواصلوا معها ما أمكن، الله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.